ما رجع لحيتي لورا، انا بزيد الانزلاق الجانبي بالفقرات بالطريقه هذه، بنزل الفقرات لتحت شوي. لما هلا في وضعيه الانحناء بصير ننزل ننزل ننزل، فبناخذ حركه اكبر اللي بنسميها المانيبوليشن، هذه اللي هي التوب تاعت حركات تقويم العمود الفقري. هذه ممكن تعملوها بس بحذر شديد، شوي شوي، ما دام انتم واعيين وفي حدا ممكن يساعدكم، ماسكين راستكم معك البشكير، فامان 100% مش حيحصل شيء. هاي حركات بسيطه اي واحد ممكن يسويها لوحده في البيت، ما هو شاعر في الالام. اذا شعرتوا في الام ودوخه كبيره بترجعوا وبتضلكم على الحركات البسيطه، تتدرجوا شوي 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 تا توصلوا لأصعب الحركات اللي هي هذه. مش طوالة بالطولة على الحركة هذه، أول شيء اضمنوا إنكم تعملوا الحركات هذيك وتوصلوا لليون منيحة، بعدين بتنتقلوا لأصعب شيء اللي هي الحركة. أعملكم إياها شوي شوي، ما مش حقدر أشرح وأنا أسوي، بس انتوا شوفوا كيف الحركات هذه خطوة 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 خطوة، وعملها في البطيء لأنها خطيرة وبدها دقة شوية في عملها عشان تجيب نتيجة كويسة في تخفيف كل الآلام هذه، وخصوصا آلام الديسك. يعني هي الحركة الأخيرة اللي كنا نسويها لإنهاء المشاكل هذه، ونعمل الأدجستمنت وننهي مشكلة الديسكات والغضاريف والضغط على العصب عند كتير من الناس في منطقة الرقبة. نزل لتحت ريتراكشن اكستنشن، وممكن في النهاية نعمل تراكشن، يعني نحط ايدينا ونزيد من هالحركة هذه اللي حتساعدكم كتير، وضروري تفتحوا ثيمكم وتاخدوا نفس. ومن هاي الحركة لما اشعر انه العمود الفقري ارتاح في وضعية، طبعا هي وضعية صعبة وبتحس في الشد من الخلف ومن المنطقة الامامية، في هاي الحالة انا فقط شوي شوي بصير احرك شوي شوي حركات بسيطة، شوي بدي اساعد في ايدي. طبعا زي ما حكينا بتشعروا في خضران، بتشعروا في نمنمة بالنحنة بالطريقة هذه، كويس كتير للدوخة. هي علاج الدوخة الرئيسي اللي هي الحركات هذه اللي بتسبب الدوخة، بتوسع المجاري الدورة الدموية، بتنشط المفاصل بشكل كبير، بتزيل هالخشونة هذه. لورا وهيك بنرتاح شوي. في البداية بيكون في دوخة، بس بعدين الدورة الدموية والدماغ بتعود، وفي هاي الحالة بوصل اكسجين اكتر للدماغ، اكسجين اكثر للمناطق هاي، بيرخي العضلات هذه بشكل كبير. ممكن نضلنا دقيقة دقيقتين ثلاثة، هاي وضعية كويسة للعمود الفقري، مش حتجيب اي نتائج او مش خطرة. هيني بفرجيكم اياها واحد زي حالاتي، انسان عادي لا رياضي ولا ما يحزنون، وبقدر اسويها بالطريقة هذه، فانتوا اكيد حتقدروا تسووها شوي شوي. وبننهي الموضوع بالحركات هذه، وعشان نريح في الاتجاهات شوي واحنا قاعدين، هاي افضل وضعية واحسن وضعية ممكن تستخدموها، الوضعية الامنة لورا بس شوي شوي، وهاي هي حتجيب نتائج كبيرة، اللي هي مبنية عن طرق عالمية مشهورة. من احدى الطرق هاي بسموها مايتلاند، ماكنزي، ناس تانية بسموها مانيبوليشن، ادجستمنت، كله نفس كل هالتسميات هاي الاختصاصات بتأدي للحركة هذه،
بطريقها النهائي اللي يكون حركة الرقبة بشكل كويس وتزيد من ليونها وتخفف من السكوليوزيس، آلام الرأس، الديسكات، طنين الأذن، الاحتقانات، النمنمات والخضران اللي في الأصابع، بس يعني لا بحذر، بدون أعراض، بدون آلام. أنا شاعر حالي مرتاح، طاقة كويسة لأنه دماغي كويسة، دخلت على على وصلت للدماغ بالوضعية هذه، لأنه الشرايين والأوردة كلها بتكون مفتوحة، بنلينها فبصير تغيير فيها الدورة الدموية من الدماغ وإلى الدماغ، بصير تنشيط في الأعصاب، بصير تنشيط في الجهاز اللمفاوي، بصير لها الاحتقانات، والنتيجة بتشعروا على طاقة إيجابية كويس كبير وتخفيف للآلام وشعور هيك بالراحة زي ما أنا شاعر في الوقت الحاضر. شكرا لكم، تحياتي.